اتفضلي يا هانم، اتفضلي خشي لم هدومك حالا وشوفي لك مغفل غيري في جوزيه. من بكره هبدا اجراءات الطلاق. طلاق ليه يا يونس؟ اسم الدكتور يونس، واعرفي حدودي كويس. انت مجرد معيده فاشله بتدي دروس خصوصيه على الرصيف، واسمي عمره ما هيقترن باسمك بعد كده. انا اسفه يا دكتور، بس انا ما عملتش اي حاجه غلط علشان تقولي انك انت هتطلقني. وبعدين مش كل لما انا وانت نتخانق ولا يحصل بينا مشكله تهددني انك انت هتطلقني. بس عموما اوكي، زي ما انت عايز. انا هدخل دلوقتي حالا الم هدومي كلها. خلاص خلاص بقى، ما تزعليش مني يا حبيبتي. اعذريني، انا اعصابي تعبانه. انت مش تعبان لوحدك، انا كمان تعبانه. انا اسف، بس عاوزك توعديني بقى، موضوع الدروس الخصوصيه ده تنسيت خالص، وانا اوعدك ان انا هحاول اطلعك رحله اوروبا. هحاول. ميرسي يا يونس. ايه هي بصوره دي؟ ابراهيم متضايق مش عاوز ينزل المكتبه عشانها. شيلها بقى والنبي يا رب. والله انا قلت له لو جيت لقيتك نايم تاني هصورك واعلق الصوره دي. حصل يا عيد؟ حصل يا معلم. خلاص يابا بقى عشان خاطري، وبعدين ده كان نايم من التعب، وانت عارف ابراهيم ملوش في الشغل يابا. تعب ايه يا بت؟ تعب ايه؟ ده بيقعد 8 ساعات قاعد. وبعدين بيغيظني يا منير. بيشرب شاي بحليب بدفع له 20 جنيه في اليوم. طب يشرب قهوه عشان يفوق. يعني هو مش عايز ينزل المكتبة النهاردة؟ لا هينزل طبعا يابا، بس والنبي يابا جيني الصورة دي حزف نفسيته قوي. حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. أمال الأستاذ اللي كان قاعد امبارح هنا فين؟ هو قدامك نايم أهو. خير يا حاجة؟ في حاجة؟ أصل يا أخويا امبارح كنت بصور ورق واديته 100 جنيه وكان الحساب بتاعي 20 جنيه، لقيته مديني الباقي 180 جنيه، كان فاكرني مدياله 200، وانا حد الله ما بقبلش الحرام. طب يابا معلش هطلع عشان العيال لوحده. عايز يشيلني يا عيد؟ يا انا اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ شوف يا عادل يا ابني، انا عارف انك متورط مع اهلك عشان حنين عليهم حبتين. انا عارف ده كويس قوي. وده اللي عاجبني فيك، لان ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. ما تزعلش من شاديه، بنت وعاوزه تتستر. معلش وانا هعمل معاك الصح، بس بيني وبينك ايه دول؟ قول لا يا حاج، انت اخرك سيب. والله ما هاخد حاجه. تحلفش عليا يا والله يا حاج، ما هاخد حاجه. قول لي ما تحلفش عليا يا حاج. الفلوس دي شهاده ما تعرفش عنها حاجه. لو سالتك قول لها ان اخوك رجع لك الفلوس، لان سعد حديده مش هيرجع لك حاجه. لا ما يقدرش يا معلم، ده اتفاق. يا سيدي لو رجعهم يبقى خير وبركه. المهم قول لها ان اخوك رجع لك الفلوس، وروح احجز الشقه. الناسب يا عادل يا ابني زي اللبن الحليب، لو اتعكر يبقى قرفه من غير حليب. والله يا حاج انا كل يوم اتعلم منك حاجه، لا المدرسه ولا البيت ولا الشارع ولا ابويا حتى علمها لي. ولسه يا ابني امل حياه اتعلم فينا طول ما احنا عايشين. ادينا واديك طول العمر. حرما عم مأمون. جامع ان شاء الله. محروس يا اهلا وسهلا. اتفضل يا مخلص. تعال يا اخوي. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. هلا رجب. اتفضل. ازيك يا نعيمه؟ الحمد لله يا اخوي. اخبارك انت ايه؟ ازيك يا ندى؟ عامل لك شاي معانا؟ وماله؟ سكر خفيف والنبي. من عيني. عامل ايه؟ الحمد لله يا اخوي. ازيك يا رجب؟ حقك يا عم. كل شهر وانت طيب. وانت طيب. ما تنساش بقى عيد ميلاد امك. ها؟ سبحان الله، عيد ميلاد. يا دي شقي. عيد ميلاد هيوافق يوم جوازي بالظبط، فال حلو. طبعا، امال يعني مش فال حلو؟ ما انت طنشت السنة اللي فاتت. هي ما قالتليش حاجة ولا اشتكت لي، أنا حسيت بالمفهومية كده.
الستات الكبار دول بيبقوا عاملين زي العيال الصغيره، لازم تحيلهم وتدلعهم، ولا ايه يا راجل؟ صح يا عم، انت ابو المفهوميه كلها. ابو المفهوميه كلها عسل. طب يلا خش اوضتكم، يلا يلا ما تعملوش دوشه. لا والله بكلمك جد، لا سلسله مروحه ثلاجه يا اخي، بيفرحوا قوي قوي. بعدين الجنه تحت اقدام الامهات، تدعي لك دعوه ربنا يرزقنا كلنا. انا مش فاهم انت بتودي فلوسك فين، لا ليك في المخدرات ولا انت صاحب كاس، بيكونش ليك في النسوان. لا النسوان ايه يا عم، اعوذ بالله يعني. بس زي ما تقول كده يا اخويا، العيال حملهم تقيل قوي، ربنا يديك وتحس باللي انا فيه. ربنا تقبل منك يا سيدي يا رب. منور يا مخلص. الله يخليك. اتفضل. تسلم ايدك. والنبي يا مخلص اخويا لا تحضرنا. خير. قبل ما تدخل يا اخويا كنت قاعده اتكلم مع محروس، بقول له عايزين ننقل للعيال مدرسه خاصه، مدرسه لغات. لازمتها ايه؟ لازمتها ايه المصاريف دي كلها؟ طب ما طول عمرنا انا وابوهم في مدرسه حكومه وزي الفل. انت مستخطره فلوس جوزك ولا ايه يا نعيم؟ الله، لو انت يا راجل مش عايز العيال تطلع احسن منك ومن عمهم. بس انت برضه بتتكلمي على 10,000 جنيه في السنه لكل عيل، يعني حلال ده ولا حرام؟ حرام طبعا حرام. الله، انتوا بتكلموني كان معكمش فلوس. اصحاب مكتبه وعندكم سنتر دروس وبتكلموني في 20,000 جنيه مصاريف عيالكم في سنه؟ الله اكبر في عينك يا شيخ، هتقعدي مع وجود تتكلمي عادل يا نعيم؟ بتتكلمي على 20,000 جنيه يعني زي ما يكونوا 20,000 بيضه. لا مؤاخذه محروس، الله يرحمك، لما كنت بتقف 12 ساعه على رجليك قصاد مجلس التصوير عشان 7.5 في اليوم، ولا نسيتي؟ لولا المحروس يعني قلبه ملك وستتك كان زمانك على الناس دلوقتي. ما تحمدي ربنا بقى وعيش عيش الاهل. لا مؤاخذه محروس اخويا. الاول همك اخويا. بس برضه هي ما غلطتش يعني يا مخلص، علشان يعني مفيش حاجه لما نعلم العيال نطلعهم كويسين. واحنا يعني هنطلعهم وحشين؟ هنطلعهم حراميه ولا هجامين؟ هيطلعوا احسن ناس يا عم. ايوه بس برضك اللغه مهمه اليومين دول والناس بتستهم بيها. العيل من دول يبقى معاه لغه وقت يشتغل، اما معهوش ما يلزموش. صحيح. الله يرحم ابوك. امال ابويا بقى ان شاء الله. جرايه نعيمه، انت عايز تركبيني غلط وخلاص؟ قصدي يعني ان ابوكي ما دخلش مدرسه لغات، ولا حد فينا دخل مدرسه لغات. عموما نجيب للواد والبت مدرس يعلمهم لغات، ويبقوا يجوا يراجعوا معايا في المكتبه كل يوم ساعه. انا عايز افهم حاجه، هو دلوقتي الواد لما يتخرج هيمسك مكاني او مكانك، ولا هيشتغل في حاجه ثانيه يا عم محروس؟ ايوه يا اخويا، بس يعني على الاقل يعني ندخل الواد بس علشان مستقبله. انت يا جدع انت دماغك متركب شمال؟ هندخل الواد والبت لا يغيروا من بعض، نعقد العيال؟ يا عم مفيش كلام من ده، اسمع كلامي. عايز تسمع كلام مراتك؟ اديها ال 20,000 جنيه، اديها ال 20,000 جنيه. طب بس روق وكله هيبقى زي الفل. روق ايه يا عم، انت حرقت دم انت ومراتك، انا راجل على وش جواز، ما ينفعش كده. الف مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا اختي، عقبال ولادك. في حياتك يا اخويا. روق كده بس واشرب شايك. لا انا شارب شاي ولا زفت. تفتح بكره المكتبه بدري، انا هوصل البنك اجيب الفلوس اللي اتفقنا عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامة مخلص. مع السلامة أخوي. مع السلامة. بقى كده يا محروس؟ أخوك يبهدلني ويمسح بيا الأرض وأنت ولا تنطق ولا كلمة؟ تقدر تقول كده لمراته؟ تقدر تكلمها بالطريقة دي قدامه؟ عندك حق يا نعيمة، هو زودها قوي يعني. ماشي يا محروس. ما تزعليش. عشان خاطر ما تزعليش، وانا مش هضيع حقنا تاني ابدا بعد كده. موت يا حمار، حسبي الله ونعم الوكيل. انت مضيع حقك ومضيع حق عيالك، حسبي الله ونعم الوكيل. ذنب عيالك في رقبتك يا محروس، ذنب عيالك في رقبتك، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. مش هضيع حقنا تاني ابدا يا نعيم. هتشوفي. خد يا واد يا بودي، ودي السجاد دي الفرن. ربنا عارف اليوم يسود على دماغي. ما تخلص يلا وتشيل وانت ساكت. عبد الرحمن اوعى السجاد تتقلب منك. مفيش يا ست صباح، انا عيال صغيره برضه. الله يا عم، الله يا عم بلا رغي. الله يا عم. اي بالراحه يا زيزي، خفي ايدك، انا بشرتي حساس. يا اختي هو انا اول مره اعمل لك؟ طب يا غباوه بقى وكنتي صغيره. قال يعني مش واخده بالي.
وانا عاميه ما انا عارفه كل حاجه بس مطنشه بمزاجي. اختي الكبيره وهرشاني طول عمرها. اللي هي اخبار علي ده انا سايبهولك بمزاجي ها بس ابقي افتكريها. ايه الصمت اللي احنا فيه ده؟ مفيش حد يغني. بابا خلاص وافق. على ايه؟ على المشروع. انا قلت له يا بابا بص انا لازم اعمل مشروع عشان اكون نفسي واكسب منه. قال لي خلاص قدمي لي دراسه جدوى وانا اصرفك على اي مشروع انت عايزاه. انا مش فاهم اي حاجه، انت بتقولي ايه؟ ازاي بس يا وليد؟ بص يا وليد، هو انا لازم اكون دبشه معاك عشان تفهمني؟ قولي من الاخر عايزه ايه؟ بص يا وليد، بابا عشان يوافق ان انت تيجي تتقدم لي او تخطبني اصلا لازم تكون رجل اعمال. انا رجل اعمال؟ يعني لازم يكون عندك فلوس كتير، فاهمني؟ طيب سيبيني بقى اخد وقتي عشان يبقى عندي فلوس كتير وعشان اعرف اجي اتقدم لك. انا لسه طالب ولا 20 سنه من دلوقتي يا وليد، استنى كل ده. بص يا وليد، احنا نأسس شركه. انا براس المال وانت بالاداره، والاداره دلوقتي على فكره ما بتتقدرش بمال، افهمني صح. طيب نفترض ان انا وافقت، بتفكري في ايه؟ في شغلك اللي انت بتكسب منه، تصوير الورق والحاجات دي. وانت فاكراها رحله اي حد كده يطلع فيها؟ هو الموضوع ده فيه احتان ومافيا. وانا قلت لك ان انا هعمل مكتبه يا وليد. وانا نعمل ايه؟ خد خبرتي انا بقى. بابا رجل اعمال بجد وعنده شركه، وانا يعني اتعلمت منه شويه حاجات كده. ايه؟ هنستورد ورق. طب انت جايبه من الاخر فعلا يعني؟ اهي كلمه من الاخر دي في مكانها هنا بالظبط. احنا هنجيب الورق ونبيعه ونستخدم شركه بابا عشان نبيع الورق منها ونستورده. طيب ممكن اقول لك على حاجه احسن من كل الكلام ده؟ قول. جامعة وبره الجامعة وفي كل حتة موجودة في العالم كله. الله. وليد، ترجمة المصطلحات اللغة الإنجليزية الفرقة الأولى. بتراجع على إيه؟ مكتبة الإخلاص أقوى مكتبة على مستوى خدمات حقوق، وبعدين دي ب10 جنيه يعني ممكن نديها لك هدية وتجيب زمايلك. بس والنبي فضل ما حدش يعرف الموضوع ده. حاضر يا محروس، ابعت لك فلوس شغال، انا ما عنديش مانع. ماشي يا محروس. بقول لك ايه، هو مخلص فين؟ بقالي كتير قوي ما سمعتش صوته. مخلص فين يا عم؟ مشغول بفرحه، وده حد بتلم عليه. والله فضل انا شايل كل حاجه على كتافي. ربنا يعينك يا حبيبي ويرزق اخوك بالعيل اللي كان نفسه فيه. رئيس مخلص جاي يا محروس. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل اتفضل يا مخلص. انت كنت بتشات مع مين؟
لا ده صديق يعني كده في جدة. جدة؟ طب امسك يا عم 50,000 جنيه هم، طلع عيني قبل ما جبتهم من البنك. مش عارف البنك زحمة كده ليه؟ اللي يشوف كده يفتكر البلد فيها فلوس. هيكفوا؟ طبعا يكفوا، احنا دافعين عربين كل حاجة. جبت العجول؟ لسه، بس يعني فلوسهم تمام، والنمر اللي جاية كلها خدت حسابها. الفلوس معاك اهي، اتصرف واعمل اللازم، عايزك تشيل المسؤولية، أنا عريس مش وش بهدلة. طب يبقى نقفل النهاردة؟ تقفل ليه؟ ما الدنيا شغالة اهي يا ابني. أصلك الكلح جاي يفرش الصوان ولازم يبقى في حد واقف معاه. كلحي؟ أنت اللي بتحب وقف الحال، تحب تقفل قوي يا محروس. يعني أنا غلطان؟ لا يا عم أنا اللي غلطان. اقفل، هدوا لفة يا محروس، هدوا لفة. سعيد. أقرص محروس. خلص الأوردر واقفل المكنة. عين. بس على شباب. وبشيل الفيشة يا ابني من عين أقرص مخلص. عايز حاجة طيب؟ لا شكرا، اتكل على الله. السلام عليكم. السلام. اوعى الفلوس تضيع منه. انا قلت هتلبس ده يعني هتلبس ده، مش عايزه وجع دماغ. يا ماما انا عاوز بدله. بدله؟ اشمعنى جوزي هيلبس بدله؟ انت عارف منين ان جوزي هيلبس بدله؟ ده لابسها من دلوقتي، انا شفته في الحاره ومتعنت. خلاص تروح تجيب له هو كمان بدله. نعيم يا اخويا انت مدلعهم زياده على اللزوم. اللي في ايدك ده؟ لا دي فلوس. بيتي يا ندى، خدي طبقي هدوم اخوكي، وانت يا واد امشي نجر يلا على الحمام عشان ادخل احميك. بعد ما تطبقي الهدوم حطيها في الدولاب. سيك وفلوس ايه دي بقى؟ دول 50,000 جنيه بتاع فرح مخلص. 50,000؟ ليه؟ ده هيعمل فرح في حاره مش فرح في فندق. برضه لسه في نمر وكوشه ودبح وكهرباء ومزاد، فرح يعني. ايوه يا اخويا بس ده كتير قوي. شوف يا نعيمه، الفرح زي ده يوم ما يضرب الدم ما يعملش اكتر من 30,000 جنيه، الباقي بتاعنا احنا. وانا مش كده مبقاش بسرق، لا هو اللي ايده سايبه، اللي يقول له 10 اديله 10، اللي يقول له 20 اديله 20. انا خلاص فقت محروس فقه يا نعيمه. اخيرا يا محروس. راح جاب ال 50,000 جنيه البنك كانه بيجيب 10 جنيه. طب انا ليه ما يبقاليش حساب في البنك انا كمان؟ على الاقل انا اللي عندي عيال وبكره يكبروا وحملهم يتقل عليا. وكل ما اكلمه يقول لي ما فلوسي يا فلوسك. ازغرت يا محروس؟ ازغرت يا راجل؟ خلاص الغشاوه اتشالت من على عينيك. المهم ما حدش يعرف عندنا حاجه. عارفه يا بنت؟ أنا سرحت فينا كده وقلت طب افرض بكرة من الصبح مفيش محروس في الدنيا هتعملوا إيه أنتوا؟ ألف بعد الشر عليك تفهم بقك يا راجل، وحد الله. ست ونعمة بالله، ما دي أعمار. تصدق أنا فرحان؟ كان لازم تضربني بالقلم عشان أنت اللي تفوق. هتضربني كمان يا راجل، اضربني. صحيح ما قلتلكيش، مش أنا كلمت فضل أخويا على النت؟ فضل أخوك وقال لك إيه؟ هيبعت لي فلوس اشتغل بيها الحساب انا بس. هتسيب مخلص يا محروس؟ هسيب مخلص يا عبيطه؟ انا هشتغل لحسابي بس باسم واحد تاني على المتغطي كده. طب اب اب يا اخويا اديني فلوس عشان اجيب لبس العيال عشان نلحق الفرح. خد لك انت كمان حاجه. طب مفيش حتتين كده ذهب لنعيمه تتزوق بيهم وتتعايق قدام النسوان في الفرح؟ وانا عندك لما نعيم. هات يا اخويا. طب والله لا تلبسي ده في الفرح حبيبي. حبيبتي يا نعيم. طب ما تضربني بقى. اصل انا يا اخويا بقيت بحب الضرب. اضربني طب 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 بس طب طولي بالك يعني عشان العيال. عيال ايه يا اخويا؟ الواد 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 في الحمام هيغرق الدنيا. هجيل هجيل. هات متأخريش. طيب حاضر. والله ليلة الوجود. يا صمتي بقول لك يا عادل، فصلت المكنة؟ فصلتها. فصلت اضرب.
يلا اطلعي بقى روقي نفسك عشان نلحق نروح فرح الرسم اخت. فرح؟ فرح ايه ده ان شاء الله يا اخويا اللي انا اروح. خربت في ايه؟ جرايه عادل انت نسيت ولا ايه؟ ده البت سمر دي اكتر من اختي وحبيبتي، عايز اكسر قلبها واحضر فرح جوزها، النبي دي تبقى خيبه. اصيله يا بت يا شادي. بس انا بقى لازم اروح لان الرئيس مخلص جه نقطني وبعت لي التحيه فلازم ارد له الواجب. روح يا اخويا وماله، رد الواجب زي ما انت عايز، بس يا ريت يا عادل والنبي تبقى خفيف خفيف كده، ما تقعدش يعني لحد ما يجيبوا ظرف. وعارف يا عادل لو وصلني انك بصيت بصه كده ولا كده وديني وما اعبد لاجي اخربها. اخربي يا بت. لا مؤاخذه يا اخويا اندفعت شويه. بس برضو يا عادل لو وصلني انك بصيت بصه كده ولا كده وديني افضل ادعي عليك بالعمى وانك ما تلاقي حد يسحبك. ها يا بنت انا عيني مليانه. ماشي معاك بقى. يلا بقى روح على فرحك يا عسل. يلا اطلع. سلام. اطلع قدام. يلا الله انا ماشي يا بقى كمعاكس. يلا اطلع حسب الله. اسألوا الناس يلا الحفلة دي عين سعيد. أي ترابيزة قاعدة بفرح كله ياخد مجاله كله يتحظى ويتبسط. نزل أكل هنا عند أمي وأبويا. ظبطت الحاجات دي اللي في إيدك. في يا معلم ده فرح الله مش متوجد. تسيبه يابا ده فرح الله. تسيبه يابا ده فرح كنت خير ده. شوف الفيديو عارفه لو حاجه خلصت مش فاهمه ماشي درمالي. يا حبيبي سواق امسك الكريستاله وقابل الناس. في ناس جايه من الهرم الطلبيه وشبرا وفيزا وشارع 10 اهو. قافل ايه رايك في اليوفط اللي موصيه لك عليه؟ ايه ده معقول انت اللي عامل اليوفط دي؟ مفكره محروس. محروس ده ايه؟ مخلص واحد بس برضه قلوب. براح على ابويا قدام ملوش الشرب. براح على مين يا عم ده حوت؟ رايح انت بس واسكت. انت بتقول ايه عليا انا؟ مفيش يا خالدي بيوصيني عليك. وصيك عليا؟ قال عليه. ايه قال عليه؟ ايه يا ابا في ايه؟ انت فين؟ قال عليا. هات 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 100 جنيه هات 100 جنيه. يابا هتعمل بيها ايه؟ هتعمل بيها ايه يابا؟ يعني اعمل بيها ايه؟ عايز انقط زي الرجاله اللي قاعده دي ولا انا خلاص بقيت كوز دوره في القعده؟ خصايا انا خصايا. ها خد يا بهم زي ما هم هم قلب خصايا انا وحلاوتك. صباحك فل. انت ايه؟ روح اقعد مع اصحابك البنات. انت
يا عم حاسب يا عم. احنا بلد الجامعة والسما السبعة، هونا مديرية اخيرنا اصلاحية، خريج الجامعة ابننا، خريج الاصلاحية برضه ابننا، بس للأدب احنا قبة العلم قبة الإيمان. الليلة ليلة الريس مخلص، يعني أدب يعني حقوق يعني تجارة، جدعنة رجولة أدب. الحاج بسيوني أبو مخلص يصبح ويمسي على الفرح، يصبح ويمسي على بين السرايات. المعلم محروس أبو العريس أبو رجب عقبال رجب، الغايب الحاضر الأستاذ فضل أخو العريس، ربنا يرد غيبته. تحية لصاحب صاحبه في الزمن الصعب المعلم سالم المناديلي، يعني رجال أعمال بين السرايات اللي مقفل التعليم المفتوح واللي ليه أول واللي آخر، يعني المعلم سني أبو شادية أبو شادية أبو شادية أبو شادية لمين؟ لعادي الحديدة الفرحة المنتظرة سبارتاكوس بين السرايات، اللي بتدلع على حزب اليمين وبتمتلي على حزب الشمال. ومش عادي الحديدة لوحده، يعني الحاج سعد حديدة اللطة حسين حديدة، وزي ما قال الحاج زمان حديد على حديد ويفعل الله ما يريد. يعني المعلم زينو أبو علي عقبال علي أبو علي. النبي يا جماعة اللي يحب رسول الله يبوس اللي جنبه، والفلوس في البنك وورانا حصري لانج بلانج، وفرحنا في ضرب نار في ضرب نار برعاية هجوم البلد الأمن والأمان. مع مين يا جدعان؟ مع الأبجال. واسمع سلام عظيمة يا مصر، السلام اللي بين السرايات. يعني لما عايز اقول ليله من 1520 لصديقي وحبيبي، اسمع نجم بقى قول الكلام الحلو ده بين السرايات. تشكر يا عم زينهم واكبس وسط. بس مين؟ بس مين تمشي؟ دي الرقاصة. وطلع شوية. يا لعبك يا دلعي يا لعبك، دي جامدة أوي أوي حلوة أوي أوي، جامدة أوي أوي حلوة. عينك منه يعني أنا أحلى ولا هي؟ أنت طبعا.
ايه والمصحف اولع في الفرح. ايه دي بس ايه الرقصه دي كويسه؟ لا هتيجي نقوم نرقص. بقولك يا قمر، انا عملت الليله دي عشان خاطرك، عشان خاطر ما زعلتيش. رقص وقله قيمه اقسم بالله شطب الفرح وروح الوقت. قلنا نعمله بخيرة عشان كده. بخيرة ده وخرع ايه دي؟ امال ده بتاعتي والله يفط الناس. وطي صوتك. طب قولي له بقى. طب اهدي اهدي. بص يا ريس، احنا هنرقص هنا البنات لوحدهم. راس ايه في الصباح؟ معلش مع بعضنا كده لوحدنا، محدش شايف برضه قلوب. هنا راسه هنا. ماشي يلا يلا. المزه بتتحط على الترابيزه المهمه وبس، مش سايبه هي يعني الناس التمام يعني. اه ماشي. طب عايزين بقى 100 جنيه نجيب موز. 100 جنيه نجيب موز. خد هات موز. وبالنسبه للبيره كفايه قوي كده. بص يا سعيد، من الاخر كده شويه الحاجات اللي عندنا ندبق نفسنا بيهم، ما تخليش العيال تضحك عليك. كله تمام. طب يلا. انت فاكر يعني الفرح زي ده هيتكلف 50,000 بس؟ 50,000؟ 50,000 بس. انا بقول لك انا صارف فوق من ال 10,000 جنيه غير ال 50,000. بس كله عشان خاطر اخويا. تعيش تعيش وتصرف يا ابو النزاهه كلها. عقبال عندك يا الله يعزك.